السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه الدقائق حول الاختبار الذاتي لسيكشن 3.1. السؤال الأول معطيني ليميت اكس تكعيب على 1 ناقص اكس تكعيب لما اكس ابروشز انفينيتي. خلينا نعوض. طبعا اكيد اللي فوق بتطلع انفينيتي واللي تحت انفينيتي، اذا هو من النوع انفينيتي على انفينيتي، اذا نقدر نستخدم لوبيتال. لوبيتال بتقول لي اشتق البسط لحال واشتق المقام لحال وعوض. خلينا نشوف مشتقة الاكس تكعيب الموجودة في البسط، فهي 3 اكس تربيع، ومشتقة الواحد زيرو واللي في المقام ناقص 3 اكس تربيع. زي ما انتم شايفين اكس تربيع مع اكس تربيع بتروح، وبيبقى معاي 3 على سالب 3، الإجابة هي سالب 1، إذا إجابتنا راح تكون هي B. السؤال الثاني معطيني ساين 2x على ساين 5x وعند الزيرو، فأكيد هي من النوع 0 over 0. خلينا نكتب، إذا هي 0 على 0، وبالتالي نقدر نستخدم لوبيتال. لوبيتال بتقول لي اشتق البسط واشتق المقام ثم عوض، فعندي ساين 2x هي مشتقتها كوساين 2x مضروب في مشتقة الزاوية اللي هو 2، واللي تحت هي كوساين 5x كمان لما اشتقها في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية هي 5، وبالتالي بعوض الزيرو، فكوساين الزيرو هذه راح تطلع معاي جوابها 1، فراح يطلع 2 في 1 2، وكوساين كمان الزيرو راح يطلع كمان 1، ف5 في 1 كمان 5، فالإجابة هي 2 على 5، إذا هي إجابتنا A. السؤال الثالث معطيني ليميت 1 ناقص كوساين تربيع اكس على اكس تربيع، نعوض الزيرو، كوساين الزيرو هي 1، ف1 ناقص 1 0، وفي المقام 0 تربيع هي 0، إذا نقدر نستخدم لوبيتال لأنه من النوع 0 over 0. لوبيتال بتقول اشتق البسط لوحده واشتق المقام لوحده بعدين عوض، فخلينا نشوف. طبعا في طرق يعني غير لوبيتال، لكن انا الان ملتزم اني بدي احل بلوبيتال، يعني واضح هذه اجابتها 1، لكن بدنا نحلها باستخدام لوبيتال. المشتقه هذه هي ناقص 2 في كوساين اكس في مشتقه الكوساين اللي هي سالب، نعم سالب ساين اكس، طبعا انتم بالاشتقاق اكيد الان اموركم تمام، والاكس تربيع مشتقتها هي 2 اكس. الآن خلينا نشوف الناتج التعويض كمان مرة. ناقص 2 كوساين الزيرو هذه 1، وهذه ساينها هي 0، فراح يطلع معي اللي فوق 0، والتعويض في المقام كمان 0، ما زالت يعني 0 على 0، فبنقدر كمان مرة نرد نستخدم لوبيتال. فلوبيتال x approaches 0، وخلينا ناخذ الخط على أساس نشتقها. طبعا كان اني اعوضها هاي متطابقه، لكن خليني يعني امشي بطرق مبسطه، ربما بعض الطلاب ما يكون حافظ متطابقه. السالب هذا مع السالب هذا ما في داعي لهم، والاثنين هذه مع الاثنين هذه كمان ما في داعي لهم. موجود عندي في البسط كوساين مضروبه في ساين، وموجود في المقام موجود ساين اكس. مشتقه الاكس هي 1، الان نشتق كوساين ضرب ساين، الاول اللي هو كوساين اكس مضروب في مشتقه الثاني، مشتقه الساين هي كوساين، زائد الثاني اللي هو ساين اكس مضروب في مشتقة الاول، مشتقة الكوساين هي سالب ساين اكس. الان بنعوض الزيرو، كوساين الزيرو هذه 1، وكوساين الزيرو هذه 1، ساين الزيرو هذه 0، وساين الزيرو هذه 0، فواحد ضرب 1 هي 1 زائد 0، اجابتنا النهائية هي 1. وين الاجابة 1؟ اكيد انها راح تكون بي، اذا اجابتنا هي B. السؤال الرابع نعوض الزيرو، 3 قوى 0 هي 1، ناقص 2 قوى 0 هي 1، ف1 ناقص 1 هي 0، وبنعوض 0 في المقام، إذا بإمكاننا نستخدم لوبيتال لأنه هذا من النوع 0 over 0، فإكس أبروشز 0، وخلينا نشتق البسط ونشتق المقام ونشوف كم ممكن تطلع معي الإجابة. 3 قوى إكس مشتقتها هي 3 قوى إكس مضروبة في لن الثلاث، ما ننساها، ناقص 2 قوى اكس هي نفسها مضروبة في لن الاثنين، نعم لن الاثنين، والآن مشتقة الاكس هي 1، بالتالي الآن نعوض، 3 قوى 0 اللي هي 1، إذا راح يطلع معاي البسط هو عبارة عن لن
الثلاث ناقص لن الاثنين، لأنه ثلاثة قوى صفر هذه راح تكون إجابتها واحد، واثنين قوى صفر هذه واحد، فراح يطلع معي لن الثلاث ناقص لن اثنين على واحد. طبعا لن الثلاث ناقص لن اثنين هي لن ثلاثة على اثنين، هذه من خصائص اللن، ولن ثلاثة على اثنين إجابتنا هي ب. السؤال الخامس اللي موجود معاي معطيني ليميت لن الاكس على تان باي اكس لما اكس ابروشز 1، بنعوض الواحد فلن الواحد هي 0 وتان الباي كمان 0، فهي من النوع 0 على 0. اذا بقدر استخدم لوبيتال. لوبيتال بتقول لي اشتق البسط لحال واشتق المقام لحال وعوض وشوف كم هي الاجابه. خلينا نشوف الاجابه. اللن مشتقته هي عباره عن 1 على اكس، والتان هي عبارة عن سيكنت تربيع باي على اكس او باي اكس في مشتقة الزاوية اللي هي باي. بامكاني اني يعني ارتبها بشكل افضل، ممكن تصبح نعم، وهي الخط كمان نشوف كم تصبح. السيكنت تربيع هذه بامكاني اطلعها فوق وتصير كوساين تربيع باي اكس، والاكس هذه راح تنزل بجنب الباي فراح يطلع معاي باي اكس. الان بعوض الواحد، كوساين الباي اكس هي عبارة عن سالب واحد تربيع، لانه باي في سالب واحد سالب اسف باي في واحد هي باي، فكوساين الباي هو سالب واحد وتربيعه سالب واحد تربيع على واحد ضرب باي على باي. طبعا السالب واحد لما نربعه راح يطلع واحد على باي، فإجابتنا هي 1 على باي. أكيد أن 1 على باي هي دي. السؤال السادس معطيني لما عندي الصفر من اليمين فهي 1 ناقص، لأن الصفر من اليمين هي سالب إنفينيتي وفي قدامها سالب إذا موجب، زائد 1 هي إنفينيتي على إي قوة 1 على 0 من اليمين يعني إي قوة إنفينيتي، فجوابها إنفينيتي. إذا إنفينيتي على انفينيتي بقدر استخدم فيها لوبيتال. اكس ابروشز 0 من جهة اليمين وهذا عندي الخط نعم، وخلينا نعوض الان نشوف كيف المشتقة. مشتقة الواحد بتروح، مشتقة البسط هي 1 على اكس، ومشتقة المقام هي اي قوة 1 على اكس في سالب 1 على اكس تربيع اللي هي مشتقة الاس. الان بامكاني اجري شوية اختصارات. اكس ابروش 0 من جهة اليمين، خلينا نشوف ايش ممكن نعمل اختصارات. يعني هذا السلف تيست صراحة يعني سهل جدا، وبالتالي سالب مع سالب بروح، وواحد على اكس مع واحد على اكس تربيع بيبقى في المقام واحد على اكس، وعندي اي قوة واحد على اكس وهذه بقي منها واحد. ممكن اني اذا بحب يعني ارتب بشكل يعني غير هيك، ممكن اني ارفع الاكس هذه الى البسط فيطلع معي اكس على اي قوة واحد على اكس، وناتج التعويض فيها راح يكون اللي فوق عبارة عن صفر، واللي تحت اي قوة واحد على صفر من جهة اليمين الليمت طبعا راح يطلع اي قوة انفينيتي وراح يطلع جوابها انفينيتي، فصفر على انفينيتي تساوي زيرو. ترى هذه يا جماعة انتبهوا هذه ليست من الانديترمينيت فورم، زيرو على انفينيتي هي زيرو على انفينيتي جوابها زيرو، وبالتالي وين اللي اجابة زيرو اكيد انها راح تكون هي سي. السؤال السابع يعني لن الزيرو من جهة اليمين اتفقنا انها سالب انفينيتي على، وكوتاين الزيرو من جهة اليمين هي انفينيتي، وبالتالي هي من التايب انفينيتي على انفينيتي، ما لنا في السالب احنا، اذا نقدر نستخدم لوبيتال، وبالتالي راح نشتق البسط لحال ونشتق المقام لحال ونشوف كم الاجابة اللي راح تكون معنا. مشتقة اللن هي عبارة عن واحد على اكس، ومشتقة الكوتان هي سالب كوسيكنت نعم تربيع اكس، واللي راح تطلع معاي طبعا يعني بقدر اعملها على شكل ليمت اكس ابروش الزيرو من جهة اليمين يعني اني ارتبها، فراح تكون واحد على اكس وهذا السالب موجود، والكوسيكنت تربيع اكيد انها معاه كوسيكنت تربيع اكس، واللي راح تطلع معاي ليميت اذا بدي ارتب اكثر اكس ابروشز 0 من جهة اليمين،
الكوسيكنت تربيع هذه بطلعها فوق، فراح تطلع معاي ساين تربيع اكس، وهي السالب موجود ما ننساه، على اكس. طبعا الآن نعوض الصفر، فساين الصفر هو صفر، كمان على صفر، إذا لسه لوبيتال ما زالت لحد الآن موجودة. نقدر كمان مرة نستخدم لوبيتال اكس ابروش الزيرو من جهة اليمين، ونشتق البسط لحال والمقام لحال، فهذه مشتقتها ناقص 2 ساين اكس في مشتقة الساين اللي هي كمان سالب كوساين اكس. مشتقة الاكس هي 1. الآن بنعوض الزيرو، فساين الزيرو هو زيرو وكوساين الزيرو هو 1، فزيرو في أي شيء راح يطلع الإجابة في نهاية الأمر معاي كم؟ زيرو. هل الزيرو من ضمن الإجابات؟ الجواب نعم، إجابتنا هي إيه. طبعا هذه المسألة حليناها أظن بالدرس، فبالتالي بإمكان الطالب يرجع لها كمان بالدرس مرة ثانية. مثال أو سؤال رقم 14، خلينا نشوف الليمت. نعوض صفر فبيطلع معاي صفر، ولن ساين الصفر هي صفر طبعا من اليمين، فلن الصفر من اليمين هي سالب انفينيتي. أنا بهمني التايب، التايب هو صفر في انفينيتي، ما يعني السالب ما بيعنيني كثير، إذا لابد إني أعمل حركة بحيث أعملها على صيغة من صيغ لوبيتال. لوبيتال هي زيرو على زيرو، انفينيتي على انفينيتي. بامكاني اني ابقي اللين موجود في البسط، ما في مشكله كون جوابه سالب انفينيتي، وانزل الاكس الى المقام فتصبح 1 على اكس. الان هذه اصبحت من الصيغ انفينيتي على انفينيتي. صح انه اللين جوابها سالب انفينيتي، بس انا بهمني الصيغه اللي هي انفينيتي على انفينيتي، وبالتالي بامكاننا نستخدم لوبيتال. لوبيتال بتقول لي اشتق البسط واشتق المقام وبعدين عوض، بنقول له ماشي. مشتقة لين ساين اكس هي مشتقة ما داخل اللين اللي هو كوساين اكس على ما داخل اللين اللي هو ساين اكس، ونشتق اللي تحت اللي هي سالب 1 على اكس تربيع. نعم، اذا اصبحت معي ليميت اكس ابروشز 0 من جهة اليمين، وخلينا نحط الان اشارة الكسر، وهذه يعني بالتبسيط راح تصبح معي اكس تربيع، طبعا هذه نعم اكس تربيع كوساين اكس على سالب ساين اكس. يعني لو بدي ابسطها الان، كوساين على ساين الكل على سالب 1 على اكس تربيع، راح تصبح معي الاكس تربيع هذه راح تيجي مع الكوساين، والساين هذه راح تيجي مع السالب 1، فراح يطلع معي بهالشكل. الان كمان الناتج التعويض كمان 0 على 0، إذا لسه لوبيتال يعني ما حلت المشكلة، بتقول لي كمل، بقدر أشتق مرة ثانية ونشوف كم راح يطلع معنا الإجابة. فخلينا نشوف ما هي الإجابة اللي راح تكون معاي. نعم، نشتق البسط، مشتقة البسط هي عبارة عن الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الساين هي عبارة الكوساين هي سالب ساين إكس زائد الثاني اللي هو كوساين إكس في مشتقة الأول اللي هي 2x، كله مقسوم على السالب موجود. مشتقة الساين هي كوساين x. الآن بنعوض ونشوف كم الإجابات اللي راح تطلع معاي. هذه 0 وهذه كمان 0 وهذه 0 وكوساين الزيرو هي 1، فواحد في 0 0، إذا كل البسط راح يطلع معاي قيمته 0 على كوساين اللي الزيرو هي 1 وفي سالب، هي سالب 1 وسالب صفر على سالب 1، الإجابة هي 0. وين إجابتنا اللي هي 0؟ أكيد إنها هي B. هكذا أصل بكم أحبائي الطلبة إلى نهاية الاختبار الذاتي والمتعلق بسكشن 3.1. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.